بأي معنويات يدخل المنتخب الوطني غمار كأس أمم أفريقيا؟ هل ستطول الغيبوبة؟ هل ستخف الصدمة؟ كيف سيتعامل الرئيس والمدرب واللاعبون مع مخلفات الانهزام لتفادي الانهيار؟ دونك سي لو دوت كي سانستال اون بليس حنا دركون فا افوار ليتيكيت بليك حنا ضعاف امام الفرق القويه. هل بات الكون ملجا للهروب من خيبه تصفيات المونديال ام ان الجميع مهيئ مسبقا؟ الكل يحسن الفصل بين منافسه واخرى، والجميع يدرك اهميه كاس القاره، وكاس تتنافس فيها منتخبات كل القارات. نسينا كاس العالم اللي نرجعوا له في شهر 9 في سبتمبر، لكن الان متوجهين بقوه كبيره وباراده قويه الى كاس افريقيا للامم ان شاء الله. ان كان التاهل الى المونديال بندا في عقد المدرب الوطني، وكذا كانت المرحله قبل الاخيره من عرس افريقيا، الا يعتبر عجيبا الا يستهدف اللقب افضل منتخب في افريقيا؟ الا يبدو غريبا أن تكون الأفضل أفريقيا دون أن تنال لقبا قاريا؟ ليكيب ناسيونال تاعنا ايتي سور استيمي، عطينا لها هاد لي جوار هادو، اي سون دوي، اي بوف جوي اون اوروب، اي بوف ريوسير ان كروند كوب دو موند، على بالك في لاكان تعيش 15 جور في لافريك، ظروف صعيبة بزاف. لم يبقى على الكابون 2017 إلى 60 يوما، ضاع منها تاريخ فيفا دون أن يستغل بمواجهة ودية. فهل هي بداية مثالية للاستعداد أم أنه تركيز أفقد التركيز؟ ربما بصر القائمون على شؤون الخضر بما لم تبلغه أعيننا.